عليكم. حاجيتكم وما جيتكم، مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. في نظركم شنو الحل ديال هذا اللغز هذا؟ بقاو معايا لاخر الحلقه باش تشوفوا شكون الفائز او الفائزه. صحه فطوركم. السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد. صحتك لاباس؟ فين غادي تقضى؟ تقضيت الفطور تبارك الله عليك. اذا عندنا واحد المسابقه نعطيك واحد اللغز، الحجايه جاوبتي جواب صحيح كتربح معنا مبلغ مالي مقدم من قناه تيليما. والحجايه كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. اش كتعلق هذا الشيء؟ مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. شكرا لك سيدي، نهارك مبروك، مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس مبروكة علينا وعليكم. الله يكثر بكم ومرحبا بكم. لاله عندنا في الزبير اليوم. ربي يخليك ربي يخليك. عندنا واحد المسابقة، نعطيك واحد الحجاية جاوبتي جواب صحيح كتربح معنا مبلغ مالي مقدم من قناة تيليما. والحجاية كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا. ماشي الدين. الدين لا. شكرا لك والجواب خطأ. نهارك مبروك. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ان شاء الله بارك الله فيك. درتي شويه بخير الحمد لله. مزيان بخير الحمد لله. اذا عندنا واحد الحجايه جاوبت الجواب صحيح طرف معنا مبلغ مالي مقدم من قناه تيليما. والحجايه كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد كاين مشكل كبير. فكر يا كبير. شكرا لك وبصح الهم ما يهزش ولكن الجواب خطا. شكرا لك. انا نعطيك واحد الحجايه. عندك مال الحجايات شي شويه. نعطيك حجايه جاوبتي جواب صحيح فتربح معنا مبلغ مالي مقدم من قناه تيليما. كل حجايه كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد. مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. سلطان الملوك ما عرفتش. ما عرفتش. شكرا لك يا سيدي نهارك مبروك. مع السلامة. انا عطيتك انا واحد. قول لي يلا. يلا قول لي انت يا ويعطيني حجاية. عبرتك عبرتك ونسيت. خبرتك ونسيت؟ الزيت. يلا عارف لي اوفلوب. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحجاية جاوبتي جواب صحيح فتربح معنا مبلغ مالي مقدم من قناة تيليما. والحجاية كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد. ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد. مهرزنا حديد. ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد. ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. شي مزيد من التوضيح. هاد شي حاجة قريبة في هادشي. ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. هذه التوضيحات. مهرزنا حديد. مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. اه خاص بغيت تهزو ما تقدرش تهزو. مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. هادي ثاني توضرت. حسن كيقلب. الله إلا حسن خلاص يدخل. مهرز مهرزنا ولا مهرزها؟ مهرزنا. مهرزنا حديد. مهرزهم ولا المهم مهرز. المهم مهرز ما يهزو لا بويا لا. اش غادي نقدر نقول لك؟ سلاح. لا شكرا لك والجواب خطا. السلام عليكم. وعليكم السلام. علينا وعليك. صحتك لاباس؟ الحمد لله. طيب توجينك؟ اي ضروري. تبارك الله عليك. اش داير في باليه جلبانه؟ باليه الفول؟ يلا دابا قالوا لي يجيبوا جلبانه والفول وغادي يجيو وما يكملوا. دابا شكون غيطيبوا نتايا؟ لا. صحاب لي نتايا في راسك راه احسن شيفان في العالم رجاله. عارف. احسن اللي كيعرفوا يطيبوا. احسن اللي كيطيبوا في العالم هما الرجاله. واخا حنا العيالات كندخلوا الكوزينه ولكن زعما دراسه اثبتت بان الرجاله كيطيبوا احسن من العيالات. ديما الطاجين. شنو هو السبب؟ الله اعلم. المهم الطاجين ديال الراجل كيكون سبحان الله العظيم اللي تيطيبوا تيكون بنين اكثر من الطاجين اللي كطيب المراه. والسبب الله اعلم. تبارك الله عليك. اذا عندي واحد المسابقه، عندي واحد اللغز جاوبتي جواب صحيح فتربح معنا مبلغ مالي مقدم من قناه تيليما. والحجايه كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد. ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك. كاين شي اختيارات؟ لا لا. كاين عجلبانه والفول. كاين جلبانه والفول.
خرج ما كاينش لا ما يجيش زوين ما عرفتيش شكرا لك نهار مبروك بصحه فطورك اسيدي السلام عليكم عليكم السلام رمضان مبارك سعيد عيل عليك صحتك لاباس الحمد لله اش كتبيع الليمون ليمون مونغ والعصير العصير تبارك الله عليك وكيف قبل الناس كيدوا العصير شويه شويه الحمد لله شويه الحمد لله لان واحد المسابقه عندنا واحد لوكس حجاي جاتي جواب صحيح فرح انا مبلغ مالي مقدم من قناه التلمه والحجاي كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد ما يهزوا لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك مهرزنا حديد ما يهزوا لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك خاطش تسهل عليه شويه مهرزنا حديد شي حاجه صعيبه تهز صعيبه تهز مهزه لا لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك حتى واحد ما يقدر يهزها يعني هادشي يكون صغير كبير ما نقدرش نقول لك انا قلت لك بانه ما يمكن لكش تهز يلا بسط لي شويه بسط لي شويه بسط لك الى اقصى درجه ميس لا يلا 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 هادشي صغير ولا كبير هادشي صغير ولا كبير واحد باطو زيرو والجواب خطا شكرا لك نهار مبروك السلام عليكم السلام عليكم مبروك الله يبارك فيك علينا وعليك الحمد لله شويه مع سيدنا رمضان الحمد لله واحد غادي مزيان الحمد لله عندنا واحد الحجايه جاوبتي جواب صحيح خاطر بحال مبلغ مالي مقدم من قناه التلماك والحجايه كتقول حاجيتك على مهرزنا حديد مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك اييه هو شنو هو وش جبل جبل الجواب خطا شكرا لك مبروك مع السلامه السلام عليكم السلام مبارك عليك اختي السلام الله يبارك فيك لان واحد المسابقه عندك واحد الوقت الحجايه جاوبتي جواب صحيح خاطر معنا مبلغ مالي مقدم من قناه التلمع كنقول الحجايه كتقول ان شاء الله حاجيتك على مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك مهرزنا حديد ما يهزو لا بويا لا بوك لا سلطان الملوك هو البير هو البير تبارك الله لكل جواب صحيح وهذا المبلغ اللي مقدم من قناه التلمك ولكن علاش قلتي البير؟ لحقاش عارف هذه الحجايه فايطه قال لنا جد ديالي ان شاء الله كان كنكون معاه وكان كيقول لنا حجايات بزاف ما شاء الله عليك شكرا لك نهار مبروك مع السلامه